على الاي سي. الاي سي بنقسم ل ممكن نعتبره انه بنقسم لثلاث انواع. اكثر شيء منتشر الان من الاي سي ماشين هو الاندكشن. اذا عندي هون 3 فيز اندكشن موتور، لكن حتى هذا الثري فيز اندكشن موتور منقسم لنوعين. سكويرل كيج اندكشن موتور السنجابي والواوند روتر اندكشن. نشوف الواوند روتر اندكشن موتور ما بندرسوش بالتفصيل في هاي الماده، بندرسه اكثر في ماده الماشينز. الواوند روتر اندكشن موتور وين اهم استخدام له؟ في الويند توربانز. الويند توربانز اذا هذا هون مستخدم في الويند توربانز. السكويرل كيج اندكشن موتور بنعتبره ذا ورك هورس اوف ذا اندستري. ايش يعني ورك هورس؟ يعني كانه هو اللي بيشتغل معظم الصناعه قائمه عليه. السكويرل كيج اندكشن موتور خلينا اكتبه بالكامل اسمه ممكن هاي دبل ار سنجل ال سكويرل كيج اندكشن موتور. هذا ميزة هذا الاندكشن موتور انه فيري روبست. روبست بتحمل الظروف الصعبة وايزي تو مينتين لو مينتننس. روبست ايزي يعني عمليا هو مينتننس فري. روبست وايزي تو مينتين. معظم الصناعة قائمة اليوم على سكويرل كيج اندكشن موتور اللي شرحناه بالتفصيل. اذا متذكرين كنا حطينا فيها قانون حطيناه عشان الفريكونسي سينكرونس سبيد تبعته. السينكرونس سبيد تبعته اذا متذكرين كانت ان سينكرونس 120 في اف على هي نمبر اوف فولز بير فيز. سكويرل كيج اندكشن موتور ممكن طبعا اشبه ستار دلتا، ممكن يطلع منه ثلاث اسلاك، ممكن يطلع منه ست اسلاك فروم ذا ستيتر. خلينا احط خط هون. هون من الاسم الروتر تبع سكويرل كيج اندكشن موتور هو قفص سنجابي، هو على شكل كيج. ما فيش اسلاك، ما في اسلاك طالعه من الروتر، لكن هون 3 وايرز فروم ذا روتر. اذا هذا يوزد ان ويند تيرباينز هو اختصار ل واوند روتر اندكشن موتور. هلا هذا إلو needs requires slip rings. slip rings أحكيكم عنها. requires slip rings. slip rings هي أسلاك بتطلع من الروتر. requires slip rings وفي عندنا three wires from لازم يطلع ثلاث اسلاك من الروتر. وين برو وايرز فروم ذا روتر؟ نعم. هون. وين برو؟ الاسلاك بدي اعمل لهم كونكشن خاصة. بنعمل اهم شيء وين برو؟ انه كيف بيلف؟ تمام، هاي هي فكرة السليب رينج. السليب رينج انا بدي شيء يلف واطلع منه شيء ثابت. كيف بدي اشبك شيء بلف على شيء ثابت؟ بشبك السليب رينج على برش. فهذا له برشز، له 3 برشز. مين اللي كان له برشز؟ دي سي. تمام. اذا هذا له سليب رينجز. هاي هم سليب رينجز وله كمان 3 برشز. الهدف من 3 برشز انهم يمسكوا على سليب. معناتها بدي جنريتر هو احنا بنستعمله عاده هون. ممكن استعمله طبعا كموتور او كجنريتر، بس بالوين تيرباينز بنستخدمه ك جنريتر. اذا يوزد از جنريتر عاده. خلينا نحط هاي زي ما حطينا هون الابلكيشن. هذا الابلكيشن تبعته يوزد ان وين تيرباين از A generator. تمام؟ ناخذ النوع الثاني. ممكن دقيقة بس ارسم لنا اياها هيك الدياجرام تبعه بس. تعال روتر. طيب خليني ارسمه بعدين بنحيه وبنكمل. حتى
نرسم هذا الوين تيرباين الوان روتر اندكشن موتور الوين تيرباين. هذا ستيتر وفي الداخل راح نرسم الروتر. هذا الروتر. هلا راح يجي ثلاث اسلاك او ست اسلاك للستيتر. الستيتر تبع الواند ووتر اندكشن موتور زي الستيتر تبع سكول كيج اندكشن موتور نفس الشيء تماما، بس بيطلع عندي من الروتر تبع الواند ووتر اندكشن موتور بيطلع عندي ثلاث اسلاك. الثلاث اسلاك هذول بشبكهم على 3 سليب رينجز، والسليب رينج هاي بيجي عليها برش. خلينا نرسم البرش مود بدكم زي ما رسمناها هناك. هاي برش، هاي برش. مين اللي بلف؟ السليب رينج ولا البرش؟ السليب رينج. اذا السليب رينج بلفوا بلفوا بنفس سرعه الروتر، مين اللي ثابت؟ البرش. هلا ممكن احد التطبيقات لما بستعمله كمحرك وبدي اغير الستارتنج كرنت، اعمل ليميتيشن للستارتنج كرنت، احد الطرق اللي بحط فاريبل ريزيسترز بشبك هذول هيك ستار. ايش السهم هذا معناه؟ بغير. فبعض الاحيان الواند روتر اندكشن موتور لما نستخدمه كموتور بدي اعمل له ستارتنج ببدا في المقاومه هاي بتكون مرتفعه وبعدين تدريجيا بنخفضها، بنخفض هاي حتى اعمل له ستارتنج واغير السبيد تور كيرف تبع الواند روتر اندكشن موتور. اوكي، هاي رسمه تابعه للواند روتر اندكشن. دكتور ممكن تسمى الواند روتر اندكشن موتور ممكن تسمى السليب رينج موتور؟ في نعم، ممتاز تمام. في ناس بيقولوا عنهم سليب رينج روتر، ممتاز. ولذلك احيانا بيجي بقول لك انا عندي سليب رينج روتر، تمام، لانه هو في الشغال عمره ما راح يكون له سليب رينج. والسينكرونس موتور اللي راح نحكيه هون الاي سي سينكرونس كمان عمره ما بكون له سليب رينج، له سليب رينجز للفيلد. اوكي، هذا بس عاده لما نقول سليب رينج موتورز بنحكي عن الواند روتر اندكشن، تمام؟ اوكي، جيد. وين سمعتها هاي؟